اللهم بلغنا رمضان بلوغا بغير حالنا إلى أحسن، ويهذب نفوسنا ويطهر قلوبنا بلوغ الرحمة ومغفرة وعتق من النار. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناة مطبخ جملة دراما مع فيديو جديد ووصفة جديدة. من ضمن الوصفات اللي يمكن ليها تنوعي بها المائدة الرمضانية ديالتك هو هاد السيجار هذا اللي كيتعمل بالورقة، والحشو ديالو جد بسيط، كيتعمل بالخضار. كنتمنى يعجبكم وتجربوه، وما تنسوش ليا اللايك والاشتراك وتعليق واخا غير كلمة، وغندوزو المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمقادير ديال هاد السيجار هذا، غندوزو للحشو. بالنسبه للحشو غنحتاجو غير بلاكيطه وحده، يعني مورسو واحد ديال الشعريه الصينيه اللي غادي نعمل عليها المطيب كما لاحظتوا معايا. بالنسبه للخضر كنحتاجو جزره وحده اللي حكيتها جوليان، وقرعه وحده حتى هي حكيتها جوليان. بالنسبه للبصله قطعتها رقيق، واحتاجيت لشوة حتى هي قطعتها رقيق غير بالسكين، كتقطعيها رقيق حتى كتعود فحال الشعرة. وكنحتاجو واحد شوية ديال الصدر ديال الديك الرومي. بالنسبة لهاد الحشو هذا غادي ندوز مباشرة، غادي ندوز باش نشحرو. كنعملو شوية الملح، شوية الزيت، غادي نعمل معاه العطرية، غادي نعمل واحد نص معلقة صغيرة ديال البودرة ديال الثوم. ثقوا بيا، هاد الحشو هذا كيجي لذيذ وكيجي رائع. الخضار يعني كتقدري تاكلي الخضار ديالتك في المائده الرمضانيه ديالتك. غادي نحتاجو واحد المعلقه صغيره ديال لقمه الحوت، يعني انا بغيت هاد الحشو هذا يعطيني واحد النسمه ديال الحوت فيه. غادي نحتاجو واحد نص معلقه صغيره ديال الابزار، غادي نحتاجو نص معلقة صغيرة ديال الكمون، غادي نعملو واحد شوية ديال الخرقوم عرق، وغادي نعملو واحد المعلقة صغيرة ديال التحميرة يعني الفلفل الأحمر. غادي نحتاجو واحد شويه ديال سكينجبير، ماشي بزاف، على قبل الصدر ديال الديك الرومي، حيت كيبغي شويه سكينجبير باش كيعطي واحد اللذه واحد المذاق زوين. صافي، غادي نعمل هاد اللقمه، هذه هي القشور ديال الكروفيت كان عندي، ونط درته في الفران حتى كرم ليا مزيان وطحنته. وليت كنستعمله في الحشوات هذا. هاد القشور هذا كيتباع عند اللي كيبيع لوازم ديال الحلويات، كيعطي واحد البنه واحد اللذه لجميع الوصفات اللي كتبغي فيهم النسمه ديال الحوت. صافي، غادي ندوز باش نشحر هاد الخضره هذه. عدا من بعد غادي نرجع معكم باش نشوف التتمه ديال الوصفه. بالنسبه للفيغميسال راني صفيتها من الماء، صافي طلقت ليا مزيان. كنحاول نحرك الحشو ديالي، وكنحاول ندير ديك الكفته ديال صدر ديال الديك الرومي باش كتفرتت ليا في اليقامه في هاد الحشو هادو. غادي نضيف شويه الهريسه، ضفت واحد المعلقه صغيره ديال الهريسه، ولكن الحرور كيبقى على حساب الحرور اللي بغيتي. كاين اللي كيبغي حار، كاين اللي كيبغي ماشي حار بزاف، الهريسه كتبقى على حساب الذوق ديالك. بعد ما صافي تشحرت ليا العناصر كلها، دابا غادي نضيف الفيغميسال يعني الشعريه ديال الشعريه الصينيه باش كتشرب ليا ديك اليقامه اللي انا كنشحر فيها دابا. هانتوما صافي، غادي نخليوها حتى كتشحر لينا وكتدخل لينا ديك اليقامه في الشعريه الصينيه باش كتجي حتى هي بنينه ولذيذه. غادي نضيف عليها شويه ديال الفرماج محكوك، وغادي نضيف شويه المعدنوس حتى هو مطحون. صافي، ها الحشو ديالي ها هو واجد، ما فيش شي تماره، ما فيش شي عناء، دغيا كيوجد، ما كيطلبش شي وقت كتير. بالنسبه للورقه، غادي ناخد الورقه ديالتي، غادي نقسمها على نص باش غنخدم، وعدا غادي نرجع معاكم.
مني قسمت الورقة ديالتي على نص، غنحاول نقسمها تاني النص الاخر غنقسمه على جوج باش كيعطيني على شكل مثلث. هالطريقة هادي كتجيك زوينة بالنسبة للسيجار ديالك، بلا بغيتي تعملي سيجار هالطريقة كتجي زوينة. غادي ناخد شوية تاع الزيت، غادي ناخد شوية الزيت، غادي نضيف عليه واحد المعلقة صغيرة ديال التحميرة، واحد شويه الهريسه باش كدهني الورقه ديالتك وكتجي بنينه وكتجي لذيذه وكتعطيك واحد اللون زوين بالنسبه هاد السيجار هذا. كنحاول ندهن الورقه ديالتي على هاد الشكل كما كتلاحظوا معايا. غادي نعمل الحشو ديالي بحال هكا، وغادي نلوي ورقه ديالتي بحال هكا على النصف، عاد غادي نلوي الجوانب. هالطريقه هذه كتعطيك سيجار زوين والشكل ديالو حتى هو زوين. صافي السيجار ديالنا ها هي واجده. كنعمل وحده اخرى، كندهن المثلث ديالي بالزيت اللي انا عاملاه، فيه شويه تحميره وشويه الهريسه باش كتعطيك واحد البنه واحد اللذه بالنسبه للورقه ديالتك، وكتعطيك واحد اللون موحد مني كتبغي ديريهم في الفرن. صافي كنلوي على النصف، عاد كنلوي الجوانب هكايا. صافي وكنلوي الورقه ديالتي بحال هكا، ها هو واجدين. صافي كنمشي على هاد الطريقه حتى كنكمل الورقه اللي عندي كامله، وكنكمل كنكمل الحشو اللي عندي. كتحاولي تجمعي الجوانب مزيان باش كتجيك باش كيجيك السيجار مجموع بحال هكا. انا ما جمعتهاش مزيان، هانتوما كتحاولي تجمعي الجوانب ديالها مزيان، كتدخلي مزيان باش كتجيك سيجاره مجموعه مقاده. صافي انا غنمشي على هاد الشكل، غادي نخليكم مع الصور وغادي نرجع معكم باش نكمل معكم الوصفه. كنجيب اللاطه ديالتي وكندهنها وكنستف فيها السيجار اللي انا عملت. غادي نكمل على هاد الطريقه كما لاحظت حتى نكمل كاع الحشو اللي عندي وكاع الورقه اللي عندي، وعاد غادي نرجع معكم باش ندير باش نكمل معكم الوصفه. صافي بعد ما ساليت غادي نحاول ندهن الوجه ديالو بنفس الزيت اللي انا دهنت بيه قبيله باش كيعطيك واحد اللون موحد. كنتمنى يعجبكم هاد السيجار هذا وتجربوه وتنوعوا به المائده الرمضانيه ديالتك وكيجي لذيذ. وكنشكركم وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، وما تنسوش يا البنات اللايك والاشتراك باش تعم الافاده باش توصلكم اي حاجه جديده كنقدر نقدمها لكم. ها هو السيجار ديالنا زينته بلاسيبولات. كنقول لكم سلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.